كشف مصدر مسؤول بنقابة الإعلاميين عن رفض النقابة التظلم الذي تقدم به رامز جلال الذي يقدم برامج مقالب في شهر رمضان عبر فضائية الام بي سي مصر، مؤكدا أنه لم يقنن وضعه حتى الآن ولم يتقدم للحصول على عضوية النقابة أو حتى تصريح مزاولة المهنة. تخيلوا. وأشار المصدر في تصريح خاص للوطن إلى أن رامز جلال قدم تظلم أو التماس على القرار الذي كانت قد أصدرته النقابة في شهر رمضان 2020 بمنع ظهوره حينما كان يقدم برنامج رامز مجنون رسمي، لافتا إلى أن النقابة رفضت هذا الالتماس وبالتالي لا يحق له الظهور في شهر رمضان المقبل عبر برنامجه الذي أعلن عنه رامز مريض نفسي دون تقنين وضعه. وده القرار اللي كان صدر السنة اللي فاتت في 2020 من نقابة الإعلاميين بشأن التجاوزات التي ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمي، وقالوا منع السيد رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، ومضي عليه دكتور طارق سعدة في 29/4/2020. ورغم القرار ده هو ظهر في البرنامج في رامز مجنون رسمي السنة اللي فاتت وكمل البرنامج للآخر، لكن المرة دي بقى ايه بيتوعدوه، وطبعا هتبقى مشكلة جامدة لان هو المفروض رمضان قرب واكيد رامز صور حلقات كتير من رامز مريض نفسي اللي هو في رمضان المقبل. يا ترى هيظهر ولا لا؟ وهنشوف ايه السبب ان هم معرفوش يوقفوه السنة اللي فاتت دلوقتي. وبعد كده نشوف الصورة النادرة بتاعت زوجته ومين اللي كشفها. من ناحية أخرى، قالت النائبة نشوى دي عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب أن قانوني المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الإعلاميين لا يعطيهما أي حق أو سلطة في التحكم بالقنوات الأجنبية العاملة في مصر بشكل مباشر، ومن ذلك عدم إمكانية وقف أحد البرامج التي تبث على شاشتها. وأكدت النائبة في تصريحات خاصة للدستور أن سلطة المجلس والنقابة متوقفة فقط على القنوات المحلية، مشيرة إلى أنه رغم أن هناك شبه إجماع على التأثير السلبي لبرامج رامز مجنون رسمي والذي يبث عبر شاشة قناة الام بي سي مصر، إلا أنه لا توجد آلية مباشرة ملزمة للقناة لوقف البرنامج. وتابعت هناك جهات أخرى بالدولة يمكنها حل الموقف، ومنها تدخل وزارة الخارجية بخطابات مع الجانب السعودي بهدف وقف البرنامج، أو تدخل وزارة الاتصالات بالتشويش على القناة، وكل ذلك حق للسلطة المصرية في الحفاظ على مواطنيها من برامج تحمل سموما وتؤثر سلبا على الشخصية المصرية وتخلق حالة من حب العنف وغيره. ونوهت هناك بقى آلية غير مباشرة يستطيع من خلالها المجلس الأعلى للإعلام التدخل لوقف البرنامج، ومنها على سبيل المثال عدم إصدار أي تراخيص للقناة أو البرنامج في التصوير داخل الدولة وإغلاق مقراتها وغيره. وهنا الدستور نشرت الخبر دهوت بعنوان مجلس النواب لا نملك أي سلطة لوقف برنامج رامز جلال 30/4/2020. وبقى التعليقات بقى اللاذعة، حد قال له احنا عملنا له دعاية ببلاش كل سنة كده نعمل له دعاية، واحد تاني قال عشان كده هو بيبث من السعودية مش من مصر، واحد تاني قال ده كلام يا جماعة، برلمان مصر ملوش سلطة يوقف برنامج، معقولة ده؟ وحد تاني قال طب ليكم سلطة ايه عاوزين نعرف، واحد تاني قال
مجلس النواب لا يملك سلطة لإيقاف برنامج، ولكن يملك سلطة لإقالة حكومة. شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان بصورة نادرة للفنان رامز جلال وزوجته، والتي يخفيها عن الكاميرات والوسط الفني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. وعلقت مي العيدان: زوجة رامز جلال، مدري ليش أحس إنها عايشة معاه ببيت رعب. هي دي الصورة اللي نشرتها على حسابها يوم 28/4/2020، وهنا الصورة أوضح شوية. قالت إن هي عايشة معاه ببيت رعب. هي مي العيدان حاسة بكده، لكن ما قالتش إن هو عايشين ببيت رعب. وادي مي العيدان. وتعود تلك الصورة لعام 2017، حيث تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها، ولم يظهر رامز جلال بصحبة زوجته على السوشيال ميديا بعدها. وكان رامز تحدث من قبل عن زواجه خلال استضافته مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر، دون أن يكشف عن اسمها، مؤكداً أنها من خارج الوسط الفني. يذكر أن رامز جلال لديه طفل يحمل اسم شقيقه الأكبر ياسر. أما عن شائعة زواجه من غادة شريف، فقد كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أعوام صورة تجمع بين الفنان رامز جلال والممثلة غادة شريف، والتي ظهر فيها بملامح صغيرة مرتديان ملابس الزفاف، الأمر الذي جعل البعض يزعم بأن غادة زوجته والتي يخفيها عن الإعلام. وبالتحقق من الصورة اتضح أنها مشهد من مسلسل وتاهت بعد العمر الطويل الذي عرض عام 2001. دي غادة شريف من مسلسل وتاهت بعد العمر الطويل سنة 2001، وانتشرت الصورة ديت وقالوا إن هي زوجته، لكن الحقيقة إنها مش. خلال فقرة كلام مفيد في برنامج آخر النهار، والتي يقدمها الإعلامي الكبير مفيد فوزي مع الإعلامي تامر أمين، ألمح مفيد فوزي إلى أنه نجا من الوقوع ضحية لبرنامج المقالب رامز مجنون رسمي، والذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة الام بي سي مصر. وكشف أنه تلقى فعلا دعوة للحلول ضيفا على برنامج تقدمه المذيعة أروى، التي وصفها بأنها كانت مصيدة مقابل أي مبلغ مالي يطلبه، وتم فعلا توفير التأشيرة والتذكرة له، إلا أنه تلقى من المعد بعد ذلك رسالة على الموبايل احتوت اعتذارا بسبب توقف البرنامج بسبب كورونا. وقال مفيد فوزي أن برامج الكاميرا الخفية كانت محترمة عندما كان يقدمها فؤاد المهندس، ومحترمة جدا عندما كان يقدمها الراحل الجميل حسين الإمام، وصارت مهترئة مع المجنون الرسمي. ده مفيد فوزي. هنشوف بقى سر تاني، حيث من ناحية أخرى علق الفنان المصري ياسر جلال على برامج المقالب التي يقدمها شقيقه الفنان رامز جلال، والانتقادات التي يواجهها والدعاوى المقيمة ضده بعد عرض برنامج رامز مجنون رسمي. ياسر جلال قال في تصريحات صحفية: رامز فنان كبير ويجتهد ويقدم لون برامج ناجح في العالم بأكمله، واستطاع أن يحقق من خلال برامج المقالب الخاص به شعبية كبيرة، حتى أن الأطفال معجبون بما يقدمه، وشعبيته ليست في مصر فقط بل في العالم العربي كله.
ده ياسر جلال ورأيه في برامج أخوه.